الآن معكم مشاهدين الكرام، بالنسبة ننتقل معكم إلى الدائرة الثانية، وكما هي واضحة معكم عدد المناطق في هذه الدائرة 12 منطقة، العدد الكلي للناخبين في هذه الدائرة 55,376، مجموع الناخبين الذكور 26,350، ومجموع الناخبين الإناث 29,026. ونلاحظ أيضا في الدائرة الثانية ارتفاع لعدد النساء الناخبات أكثر من الذكور، بالتالي راح نعرض معاكم مشاهدين الكرام أيضا المناطق بالتفصيل والأرقام الخاصة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2016 بالنسبة للدائرة الثانية. نبدأها في أولى المناطق، الدوحة والقيروان، العدد الكلي للناخبين في هاتين المنطقتين 11,421، ومجموع الناخبين الذكور في هذه المناطق 5,487، ومجموع الناخبين الإناث 5,934، والنسبة المئوية بالنسبة للدائرة 20.6% ممن يحق لهم التصويت والانتخاب والتأثير في العملية الانتخابية بالنسبة للدائرة الثانية لهاتين المنطقتين. ننتقل معكم أيضا مشاهدين الكرام إلى مناطق أخرى في الدائرة الثانية، ضاحية عبد الله السالم، العدد الكلي للناخبين في هذه المنطقة 6,435، مجموع الناخبين الذكور فيها 3,112، مجموع الناخبين الإناث 3,323، النسبة المئوية بالنسبة للدائرة 11.6% كتأثير بالنسبة للعملية الانتخابية في الدائرة الثانية. أكيد احنا معاكم ومناطق أخرى في الدائرة الثانية، منطقة جبلة، شويخ، شامية، العدد الكلي للناخبين فيها 6,634، مجموع الناخبين الذكور 3,235، مجموع الناخبين الإناث في هذه المناطق 3,399، وأيضا النسبة المئوية بالنسبة للدائرة 12% بنسبة التأثير في العملية الانتخابية. مناطق أخرى أيضا معنا في هذه الدائرة الثانية، منطقة القادسية، العدد الكلي للناخبين فيها 7,200 ناخب وناخبة، مجموع الناخبين الذكور 3,456، مجموع الناخبين الإناث 3,744، النسبة المئوية بالنسبة للدائرة ومدى التأثير 13%. وأيضا معنا المزيد من المناطق في الدائرة الثانية، منطقة المنصورية، العدد الكلي للناخبين فيها 3,022، مجموع الناخبين الذكور فيها 1,533، مجموع الناخبين الإناث 1,489، النسبة المئوية بالنسبة للدائرة 5.5%. نلاحظ هنا أن مجموع الذكور تفوق على مجموع الإناث في منطقة المنصورية. منطقة أخرى أيضا معانا، منطقة الفيحة، العدد الكلي للناخبين فيها 5,973، ومجموع الناخبين الذكور 2,660، مجموع الناخبين الإناث 3,313، النسبة المئوية بالنسبة للدائرة وتأثيرها 10.8%. مناطق أخرى أيضا معنا، منطقة النزهة، العدد الكلي للناخبين فيها 4,327، مجموع الناخبين الذكور 2,001، مجموع الناخبين الإناث 2,326، وأيضا النسبة المئوية بالنسبة للدائرة 7.8% بنسبة التأثير. وأكيد معنا مناطق أخرى أيضا، منطقة الصليبخات، قرناطة، العدد الكلي للناخبين فيها 10,364، نلاحظ هنا أيضا كثافة، مجموع الناخبين الذكور 4,866، ومجموع الناخبين الإناث 5,498، النسبة المئوية بالنسبة للدائرة وتأثيرها 18.7%. هذا كمجمل بالنسبة لمناطق الدائرة الثانية.